مرحبا. في غلطة تقريبا كلياتنا بنغلطها وأنا واحد منكم وتعلمت الدرس. علاقاتنا الاجتماعية، علاقات العمل والعلاقات العامة لازم أضل دائما وأبدا محافظ عليها إنها تكون متواصلة. إذا اختفيت فترة طويلة عن إنسان واحتجته في يوم من الأيام، علاقة اللي صارت بيني وبينه علاقة باردة ممكن ما يحقق لي حاجتي. في ناس اصلا كمان بتتعمد اذا في بيني وبين شخص مصلحه بتواصل معاه، ما في مصلحه ما بحكي معاه نهائيا ولا بسال فيه. هذا كتير غلط. لازم دائما اخلي علاقاتي مع الكل متواصل. وفي حل بسيط لهذا الموضوع، الواتساب. كل انسان، كل كونتاكت بني ادم تعرفت عليه بحطه من ضمن هالجروب، وبشكل دوري بصير ابعث سلامات مساء الخير، اي بوست معين، اني اضل اولا في البال، ثانيا اخلي العلاقه متواصله، انه لو غبت عن بني ادم فترات طويله برضه بضل متذكرني وبضل في نوع من الحميميه اللي يساعدني باداء حاجتي اذا احتجته.